هل ورد في السنة فضل في توفير شعر الرأس وحلاقته في الحج؟ نعم نعم، الأفضل أنه في العمرة يقصر المتمتع، المتمتع الأفضل أنه يقصر في العمرة لأجل يوفر الحلق للحج، هذا هو الأفضل، لأنه لو حلق في العمرة ما بقي شعر للحج يحلقه. نعم. لكن في شيء غريب، بعض الجهال أو بعض أصحاب المذاهب المنحرفة يحلق بعض رأسه للعمرة ويخلي بعضه الآخر للحج، وهذا حرام، هذا القزع، القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إما جهل وإما عن اعتقاد باطل. نعم، فينبغي التنبه لذلك. نعم.